السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب. وللمزيد من المعلومات عن كاب ام سيرتيفايد اسوسييت بروجكت مانجمنت، اللي هو المشارك المعتمد في إدارة المشاريع، يمكن حكينا عنها بفيديو سابق انه شهادة اصغر شوي من البي ام بي. ليه ممكن اروح لها؟ لانه يمكن ما عندي متطلبات انه اتقدم لاختبار البي ام بي. اوكي، بالتالي لمين مناسبة؟ اي حدا بيشتغل بالادمنستريشن، بادي كارير بالبروجكت مانجمنت، انترستد بالبروجكت مانجمنت، حاب يعرف اكثر عنها. اجين زي ما حكينا، نيو جراديويتس، فريش جراديويتس، اللي انترستد انهم يحسنوا فرص السي في تبعهم بشهادة مهنية معتمدة عالميا. تمام. طيب ايش بتحتوي؟ شو بتغطي؟ شو المحاور؟ طبعا هي عبارة عن 23 ساعة تدريبية مقارنة بالبي ام بي اللي هي كانت 35 ساعة. تمام، فبالتالي بنلاحظ قديش الحجم. الاختبار تبعها 150 سؤال مقارنة باختبار البي ام بي 180 سؤال. هاي اختبارها 3 ساعات، اختبار البي ام بي كان 4 ساعات تقريبا. فبالتالي كتير أخف، هيك واضح. أخيرا، محاور كورس الكاب أم بيغطي الـ Fundamentals of Project Management، أساسيات إدارة المشاريع أيضا، and Core Concepts، Predictive أو Plan-Based Project Delivery، المشاريع بنسميها التقليدية، الطريقة التقليدية في إدارة المشاريع، هذا رقم 2. ورقم 3 Agile Methods، الطرق الرشيقة في خلينا نحكي تطوير أو إدارة المشاريع. وأخيرا موضوع Business Analysis، إنه كيف إحنا ممكن نلعب دور، بتعرف تقليديا Project Manager بكتير من الأحيان بيلعب دور الوسيط، إنه هو بده يترجم لغة البزنس ل الجماعة التكنيكال، فبالتالي بيكون هو هذا الشخص اللي بالنص اللي لازم يفهم على الطرفين. Again، بتمنى تكون مفيدة هالمعلومات. وكان معكم أحمد المسلمي، وهذه يوريكا أكاديمي. تحياتي للجميع وبالتوفيق. See you.